الإنسان في بحبوحة من العالم، يعني رجل امرأة كبير صغير عنده راتب يكفيه هو وأولاده، كثرة الشكوى لا تحل المشكلة، كثرة الشكوى تعقد المشكلة، تجعل الحياة صورة قريبة إلى السواد وإلى الكآبة، تصبح الحياة مرة، ويعني يجعل حياة من حوله أيضا للأسف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب مصدور الحياة من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الفقر يعني يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقتلته لقيني كعب بن حجرة فقال لأنه ينسي الإنسان. ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن أدبرت فأهدها لي. طيب. فقال أنا كيف أبحث؟ سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أين تأتي راحة البال؟ فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لأن الغد خير من اليوم، وأن بعد غد إن شاء الله كان من أهل الدنيا خير من الغد. هكذا يلقى الدنيا بديه بالابتسامة، الابتسامة دي تفتح أبواب ويجد الإنسان يعني في حالة من راحة البال التي يجب أن يبحث عنها. ثم راحة البال أو الابتسامة تأتي لك بهدوء الأعصاب، هذه الأعصاب بس مش متبان إن الحس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قليلا بأعصابنا بإشراح صدر. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال لكن الشيطان يأتي ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجعل الإنسان كثير الشكوى، بلى فأهدها الشكوى. فقال الناس لا يحبون سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي ناس اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وهو ملول حميد مجيد. ويرزق بالغباء خلاص غير اللهم الطريق. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا كثير الشكوى. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا عايزين نغير الموضوع ده، نعمل ايه؟ إن قليل الشكوى وإنما يكون يعقوبيا المذهب. يعني يعقوبيا المذهب؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأنا اشتكيت لكم أنتم. أنا أشكو إلى الله، جميل أن يشكو العبد إلى ربه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فنحن نريد أن يروق بالنا به. أول شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسامح. من صلى يعني علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أحيانا بذات لسان أو وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال من ساحة الخير ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله صبورة. فقلت بلى فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لكن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد من الغباء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انت ارتكبت خطأ، شوفي انت عملت كذا. هو احنا مدرس في مدرسة او ضابط في كتيبة وقاعد يشوف الأخطاء بتاع الجنود والعساكر، بيوت يعني فيها الخطأ وفيها الصح، فيها الخير وفيها الشر، فيها الحسنات وفيها الإيجابيات وفيها السلبيات، فيستوعب المسألة ويعيش في كرم الله سبحانه وتعالى. لا تكن مرة ولا تجعل حياة الناس مرة. العبد الصالح هو الذي يتفاءل، العبد الصالح هو الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري.
فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.